شو اللي شغلك؟ صورنا وأسامينا بالخط العريض على الصفحة الأولى، والله مو مريحتني بنوب. لازم نعرف مين اللي قتل شوقي بسرعة، وإلا رح نضل متهمين وما رح نقدر نعرف شي لنعرف الصواريخ منين جابن. لك شوقي بحياته ما اشتغل بالسلاح، اللي بيشتغل هالشغلات هو ضياء اللاظي، بس اللاظي ما بيأمن على شغله مع حدا إلا إذا بيعرف إنه قد الحمل. لهيك أنا متأكد إنه عمي ما دخله بهالموضوع. لا توصل على الحلقة الأقوى، دور على الحلقة الأضعف. شوقي كان معه ناس كتير. طبعا معه، هذا ملعوب كبير، ولحتى يمول لعبة بهيك حجم أكيد ساعده نديم، لأنه لازم يدفعوا لكتير عالم مشان يغطوا على العملية وما يخلوها تنكشف. نستجوب نديم؟ دخيل اللي خلقك أنا، تستجوب هاد وبتسكت هداك. أخ والله اسطنبول ماشي على كيفك مراد. نديم مو سهل تقرب عليه، لأنه مشتري حماية الكل بالمصاري يلي أخذها منهم بالأساس. إذا إله دخل بهالصفقة معناتها هو ضد اللاظي، منقتله، لأنه إذا عرفنا مين بالصفقة ضيا بيصير ضدهم وراح يدعمنا. إلنا بكرة بجنازة شوقي، خلينا نراقب الكل ونفهم وبعدين منتصرف. أصلاً هاي فرصتنا لنعرف القاتل، يلي قتل شوقي راح يشارك بالجنازة. الحمد لله على السلامة يا بنتي، إن شاء الله صرتي أحسن. الحمد لله. ماما جهزتي غرفتي مشان جنان؟ راح أخذك سهرك بمحل بيطير العقل. بالله وين هالمحل؟ فرحات مور معلم. خليك هون. حاضر معلم. شو بدي أوصف لك؟ الجمال بيطير العقل، ولا العيون الحلوين، ولا شو بدي أحكي لك على الدلع، ولا المعلمية والخبرة، وعد جنسيات. شاكر، طالما بتمون على الجماعة ليش نروح لعندهم؟ جيبهم هن لهون. ولك افهم علي يا ولد، الليلة حجزت المحل إلي وإلك، خليتهم يزبطوا لنا كل شيء ويخففوا لنا الأضوية ويضووا شموع ملونة بكل المحل. أنت بس جرب وما بتندم. كأنه ما بدك تروح. غيرت رأيي. شاطر. شو بدك؟ ليش قتلتوا أبي؟ نحن ما قتلنا لك أبوك. أنتوا يلي قتلتوه وراح دفعكم الثمن. أنا ما قتلت أبوك، شوقي كان عدوي وبيناتنا في دم، بس مو أنا عدو الوحيد. لا تكذب. وقف عندك، أوصك. إذا بدك تقوص لازم تفتح الأمان. نحن ما قتلنا أبوك. طيب لكن مين اللي قتله؟ تعال معي يا ابني، خلينا نحكي شوي مثل الرجال. هون معلم، بس عن جد هي آخر مرة، ما بيصير عزبك هيك. لا ما تعذبت بنوب، بعدين إذا بيصير شغلنا منيح قريبا جدا رح تروح وتيجي بسيارتك إن شاء الله. معلم إياد أمور معلم، إذا بدك مصاري قولها. معي معلم.
بشوفك بكرة، تصبح على خير. وانت من أهله. جنان، أنا عن جد كتير بحبك، ما رح تكوني لحدا غيري أبدا. تأمر شي معلم؟ طالع لي الكل لبرا. حاضر. الكل يلا. الكل بسرعة بسرعة يلا. شو اسمك؟ أنوار. شوف يا أنوار، كان عمري 7 سنين لما انقتل أبي قدام عيوني، قوصوه بظهره. أنا كتير زعلت واحترق قلبي وفكرت انتقم من كل الناس، بس عرفت اني لو شو ما عملت ابي ما رح يرجع لي. بعدين عشت حياة كتير صعبة، اكيد ما فكرت استسلم، لانه الحياة ما بترحم الضعيف. ما بعرف شو اعمل. عم تدرس؟ ايه. معناتها لازم تختار، يا اما بتكمل دراسة يا اما رح تعيش حياة ابوك. واذا اخترت الدراسة بيصير فيك تعيش الحياة يلي بدك اياها، بس اذا اخترت تعيش مثل ابوك بدك تحط حياتك وكرامتك بايد ناس تانين، بتصير تقتل او تنقتل، وكل ما قتلت بيكتروا اللي عم يلحقوك وكمان اللي عم يكرهوك. وإذا صار لك شي أو لا سمح الله انقتلت، ممكن تترك ولد شاف أبوه عم بيموت، أو ولد ما بيعرف أبوه أبداً مثلي، أو بتترك ولد عم يبكي على أبوه مثلك. أنوار، حظك أحسن من حظي. صحيح إنه أبوك راح، بس صار عندك عمين مثل الجبل، ها؟